استاذ محمد من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا احسان؟ ربنا يعزك، ربنا يرحمك، الله يبارك. امين يا رب العالمين. حتى مشكلة من مراتي وامي، مشكلة كبيرة جدا يعني. انا قلت لزوجتي في الطريق. قلت لزوجتك يعني انا بقى انا معلش اصل انا بقى سامع فيه في الصوت مش واضح قوي. حضرتك انا حصل مشكلة بين زوجتي ووالدتي. فقلت لمراتك انت طالق. هل يجوز ان انا اردها مثلا في البيت اقول لها انت رد يعني مش لازم تجوز ولا اردها مني فيها ولا هي دي اول مره تقول لها انت طالق؟ اول مره. طب وكان قصدك ايه بانت طالق دي؟ لكن انا قلت لها بالله انت طالق، المشكله حصلت بيني وبين والدتي، انا قلت لها انت طالق. بالقاف كده. هو يعني ليه حاسس ان هي طلاق يعني انا ماشي يعني. انا هجاوبك يا حاج محمد، بس انا ليه حاسس ان انت عندك وسواس؟ لا ابدا والله، بس انا مش يعني مش عارف اعمل ايه يعني. من انت قلت لها انت طالق، انت قلت لها انت طالق كده بالقاف. طيب خلاص، وانت بتقول ان دي اول مره تقول لها الكلام ده. ايوه حصل. ايوه كانت اول مره. ايوه هتشيل كلمه انت طالق دي من القاموس وما تجيش جنب ناحيتها خالص. ليه بقى؟ لان طالق دي الطلاق ده حرق للغيط وكب للزيت وهدي للبيت. انسى خالص. أيوه. الطلاق ده. طيب الحاجه الثانيه، انت قلت لها انت اسمع الطلاق كده. طب اسمع بس، اسمع وبعدين. أيوه. مراتك مالهاش دعوه. انت هم لما يتخانقوا مع بعض تهدي بينهم، مش تروح مطلق مراتك. عقلي شويه سيد محمد، بلاش التسرع ده. اما انك انت قلت لها انت طالق بالقاف وانت في كامل ادراكك، ولا في حاجه مأثره عليك، ولا في حد بيكرهك، ولا في اي حاجه. انت سمعني يا سيد محمد؟ انا ما حصل عندي يعني. اسمعني يا سيد محمد، اسمعني. وانت ما فيش طلاق عندي مأذون ولا اي حاجه، ولا في خلع ولا في الكلام ده خالص. طيب انت بقى بتسأل هل يمكن ان انا اراجعها في العدة؟ طبعا تراجعها في العدة، يجوز لك ان انت تراجعها في العدة. نعم. يبقى اذا انت يجوز ان انت تراجعها في العدة، تقول لها راجعتك الى عصمتي. هل ده يشترط فيه ان هي توافق؟ لا، لان هي في فترة العدة ما زالت في حكم الزوجية، وذلك لو حد توفي التاني يكون ليه نصيب من الميراث لانه ما زال في حد الزوجية. يبقى اذا انت يجوز ان انت تراجعها ما دامت في العده.